بيبدأ الفيلم بالحارس بتاع السجن وهو رايح لغرفة السجين ديفيد علشان هيخرج النهاردة من السجن، وبيقرب من الباب وهو خايف وبيطلب منه يخرج ايده من الباب، وبعد ما بيحط في ايده الكلبشات بياخده معاه علشان يقابل رئيس السجن، وبيتكلم مع رئيس السجن عن المشاكل اللي حصلت معاه في السجن، ورغم انه كان اول مرة يدخل السجن لكن قدر يقف لوحده قدام كل المساجين وبقى مسيطر ومحدش كان بيقدر يقف قدامه، لكن اللي بيحصل في السجن انتهى خلاص بمجرد خروجه، ونصحه يشوف حياته من غير عنف ويبعد عن فكرة الانتقام لموت اخوه، واداله كارت بتاع جمعية خيرية بتساعد الناس اللي بتمر بمشاكل نفسية، وقال له يطلبهم اول ما يحصل معاه اي مشكلة وهم يساعدوه. واول ما بيخرج من السجن بيرمي الكارت على الارض، وبعدها بيجري بسرعة من المكان لحد ما بيوصل لاقرب مكان لصيانة السيارات، وبيلاقي هناك عربية حديثة وبيلاقي فيها مسدس وصورة واحد من الناس اللي كانت السبب في موت أخوه، وبيحط بعدها الصورة بتاعته اللي اتصورها مع أخوه قدامه، وبيتحرك بالعربية بأقصى سرعة طول الطريق، ولما بيدخل المدينة بينزل من العربية وبيمشي في وسط الطريق بتاع العربيات وكأنه مش فارق معاه الموت، وبيدخل المبنى اللي قدامه وبيمشي من وسط الموظفين لحد ما بيلاقي قدامه الشخص اللي كان في الصورة، وساعتها بيتصدم الشخص ده، وأول ما بيقف قدامه بيضربه ديفيد رصاصة في راسه وبيموت في ساعتها، وبيتصدم الناس كلها من اللي عمله وبيخافوا منه جدا، وبيلاحظ ديفيد إن كان في كاميرا في المكان وبيمشي بسرعة قبل ما الشرطة تظهر، وبيجي بعدها رجال الشرطة فعلا وبيحققوا في الموضوع، وفي الوقت ده بيروح ديفيد عند واحد من معارفه قدر يعرف مكان كل الناس اللي كانت السبب في موت أخوه، وهنا بنعرف إن الشخص ده هو اللي كان سايب العربية لديفيد في مكان قريب من السجن علشان يقدر يتحرك بيها بعد ما يخرج، وبيديله ديفيد الفلوس اللي اتفقوا عليها علشان ياخد منه الورق اللي موجود فيه كل حاجة عن الناس دي، لكن ساعتها صديقه قال له إن السعر ارتفع وهيحتاج منه فلوس أكتر من اللي اتفقوا عليها مقابل الورق، وهنا اتضايق ديفيد جدا وفهمه ان بسبب كلامه السعر هيبقى اقل من اللي اتفقوا عليه، وبيقرب عليه ساعتها الحارس بتاع المكان علشان يتحداه، ولما بيشوف الوشم اللي على ايد ديفيد اللي كان بيسجل فيه عدد الناس اللي قتلها في السجن بيخاف منه جدا علشان فهم انه شخص خطير ومش هيقدر يتحداه، وبيسيبهم وبيخرج بسرعة من المكان، وساعتها بيخاف صديقه هو كمان وبيسلمه الفلوس بتاعته ومعاها الورق اللي هو طلبه، وبياخد ديفيد الورق وبيسيبه وبيمشي، وبيقعد لوحده في العربية وبيشوف صور وعناوين كل الناس اللي هيقتلها، وفي نفس الوقت ده بتكون الشرطة قدرت تشغل الكاميرات وبتشوف ديفيد في الكاميرا وهو بيقتل الشخص بدم بارد وكأن اللي بينهم موضوع شخصي، ولاحظت ساعتها الشرطية سارة ان الشخص اللي اتقتل اتصدم اول ما شاف ديفيد، وده معناه ان هو كمان كان عارفه كويس، وبيكون ساعتها جيمس واللي يعتبر اشهر قاتل مأجور في البلد موجود في بيته، وبتجيله مكالمة من عميل عنده علشان ينفذ عملية قتل لشخص خطير واسمه ديفيد، وبيشوف ساعتها صورة ديفيد وبيجهز الأسلحة بتاعته علشان يستعد للمهمة بتاعته ويخلص ديفيد بسرعة قبل ما يقتل أي حد تاني، وبيروح ساعتها الضابط كاب للمحققة سارة وبيتفاجئ بيها وهي بتقوله إنها قدرت تعرف مين القاتل، وعرفته إن القاتل اسمه ديفيد وكان في السجن من أيام، وقبل ما يدخل السجن كان بيشتغل مع خوف في سرقة البنوك، لكن هو كان مجرد سواق للفريق اللي بيسرق البنك، وفي يوم الشرطة كانت بتطاردهم وقدر ديفيد بمهاراته العالية في السواقة إنه يهرب منهم بكل سهولة، لكن لما وصلوا البيت بتاع أخوه اتفاجئوا بمجموعة مسلحة وهي بتهجم عليهم وكأنهم كانوا عارفين عنهم كل حاجة، وكان ساعتها معاهم واحد بيصور كل حاجة بتحصل فيديو، ولقوا الفيديو ده في مكان الحادث، وبعد ما قتلوا كل أفراد العصابة صوبوا المسدسات على ديفيد وأخوه وطلبوا منهم يعترفوا على مكان الفلوس وإلا هيقتلوهم، وساعتها حاول أخو ديفيد يستمر معهم في التفاوض لكن رفض يقول لهم أي حاجة علشان ما يخسرش الفلوس، لكن بيخاف ديفيد على أخوه وبيقول لهم على مكان الفلوس، وأول ما بيعرفوا مكانها بيدبح واحد منهم أخوه، والتاني بيضرب ديفيد رصاصة في راسه وبيقعوا الاتنين على أرض وهم مقتولين، لكن المعجزة اللي حصلت إن ديفيد فاق في المستشفى علشان الرصاصة دخلت من راسه وطلعت من بقه من غير ما تصيب الأجهزة الحيوية في راسه، وساعتها الدكتور حطله شريحة حديد في راسه علشان يقدر يعيش زي بقية الناس، وطبعا بعدها دخل السجن بتهمة السرقة، لكن الغريبة إن رغم إصابته قدر يقاتل قدام كل المساجين لوحده وما انضمش لأي جماعة داخل السجن، وفي الغالب هو بيحاول دلوقتي يقتل كل الناس اللي كانت السبب في موت أخوه، ومع الوقت بيوصل ديفيد للشخص التاني وأول ما بيدخل عليه الأوضة بيتصدم الراجل وبيترجاه إنه يسيبه عايش، لكن ديفيد كان مصمم على قراره وصوب عليه المسدس وقتله في ساعتها،
وأول ما خرج من البيت اتفاجئ بجيمس وهو بيصوب عليه المسدس، وبتخرج ساعتها طفلة من البيت اللي قدامه، لكن بيقدر ديفيد ينقذها وبيضربوا الاتنين على بعض نار. ورغم ان جيمس كان قاتل محترف، لكن ديفيد كان أسرع منه وكان بيقرب عليه وهو مش فارق معاه الموت، وبيستنى بعدها اللحظة المناسبة وبيهرب من المكان وبيختفي من قدام جيمس. وبتوصل بعدها الشرطة لمكان الحادث وبيكتشفوا ان ديفيد هو اللي كان ورا قتل الراجل، لكن المفاجأة ان كان في شخص تاني هجم عليه وضربوا الاتنين على بعض بالمسدسات. ومن كلام الناس بيظهر ان الشخص التاني ده كان جميل وكأنه زي نجوم السينما، واستغرب كاب من كلام سارة وفهم ان الموضوع مع الوقت بيخرج عن السيطرة وانهم لازم يتصرفوا في اسرع وقت. وبيوصل ساعتها ديفيد للحانة اللي بيشتغل فيها الشخص التالت، وبيدخل هناك وبيراقب المكان على أمل إنه يلاقيه، وبيشوفه ساعتها وهو داخل الحمام، وبيدخل وراه الحمام هو كمان، وبيتصدم أول ما بيشوف ديفيد وهو واقف قدامه، وبيطلب من عامل النظافة يخرج من الحمام وما يقولش لأي حد عن اللي بيحصل. وساعتها ديفيد بيقفل الباب وبيمسك السلاح في إيده وبيقف قدامه وهو مستعد للقتال، وبيمسك الشخص التاني السلاح هو كمان وبيهجم عليه بكل قوته، لكن ديفيد كان أسرع منه وقدر يصد كل ضرباته وضربوا لكمات قوية بعنف. ولما الراجل حاول يهجم عليه تاني مسك ايده وطعنه اكتر من طعنة في جسمه، ووقع ساعتها على الارض وهو بيحتضر، واعتذر لديفيد عن اللي عمله وطلع التليفون من جيبه وترجاه يتصل بابنه ويعرفه انه هو خزله ويتمنى ان ابنه يكون احسن منه في يوم من الايام. وبيسيبه ديفيد وهو غرقان في دمه وبيخرج من المكان وبيتصل بابنه فعلا وبيعرفه ان ابوه مات. وتاني يوم بيتكلم كاب مع سارة وبيقول لها ان هو حاسس ان ديفيد هو اللي قتل الشخص التالت في الحانة، ولان الشخص ده لسه عايش وموجود في المستشفى بين الحياة والموت، فاحتمال كبير ان ديفيد يروح المستشفى علشان يقتله ويتأكد بنفسه ان هو مات. لكن سارة اعترضت على كلامه وفهمته ان كلامه لو كان صح فده معناه انه هيبقى في خطر لو راح المستشفى لوحده من غير القوات بتاعة الشرطة، لكن كاب بيرفض ياخد معاه القوات وبيقفل المكالمة معاها. وبيكون ساعتها ديفيد ماشي بالعربية، وأول ما بيسمع في الأخبار إن الراجل بين الحياة والموت وموجود في المستشفى بيقرر يروح بسرعة هناك علشان يخلص منه. وبيوصل بعدها للمستشفى وبيدخل غرفة العمليات وبيقف قدام الدكاترة والممرضات وبيصوب عليه المسدس وبيضربه أكتر من رصاصة وبيقتله من غير رحمة. وبيوصل ساعتها كاب وبيطرده في المستشفى وبيصوب عليه المسدس وبيحاول يقتله، لكن ديفيد قدر يتفادى الرصاص وضرب عليه نار هو كمان. وبيقف ساعتها كاب ورا الحيطة، وأول ما بيطلع منها بيتفاجئ بديفيد وهو واقف قدامه ومصوب عليه المسدس، وساعتها بيخاف جدا وبيرمي المسدس من إيده وبينزل على ركبته وبيغمض عينه وهو مستسلم للموت، لكن بعدها بيفتح عينه ومش بيلاقي ديفيد قدامه، وبيعرف إنه مش عاوز يقتل غير الناس اللي كانت السبب في موت أخوه. وبيتحرك ديفيد بسرعة بالعربية، لكن بيتفاجئ بجيمس وهو بيطرده طول الطريق بالعربية، وساعتها ديفيد بيتغلب عليه في السواقة وبيقف قدامه بالعربية وبيصوب عليه المسدس وبيضرب رصاصة في كاوتش العربية وبيرفض يقتله هو كمان، لكن جيمس بيطلع المسدس بسرعة وبيضربه رصاصة في رقبته علشان يقتله، لكن الرصاصة بتكون سطحية وبيقدر يهرب بسرعة قبل ما جيمس يضربه مرة تانية. وبيروح بعدها لست عجوزة وبيصوب عليها المسدس وهي نايمة وبيسألها عن مكان جوزها، وبيتضايق ساعتها لما بتقوله إن جوزها مات من 3 سنين لما هو كان في السجن. وبتقوم ساعتها الست وبتخيط له الجرح اللي في رقبته وبتسأله ليه كان بيسأل عن جوزها، وعرفها انه كان جايب نفسه علشان يقتله لانه هو اللي بلغ عنهم للمجموعة اللي قتلت اخوه، لكن الست اعترضت على كلامه وفهمته انه مستحيل يعمل كده لانه كان بيحبهم جدا. وهنا بنكتشف ان الست دي تبقى امه وان جوزها يبقى ابو ديفيد واخوه. ورغم انهم يعتبر عيلة واحدة، لكن ديفيد كان شاكك في ابوه لانهم خدوا رأيه في موضوع السرقة قبل ما يسرقوا البنك لانه كان خبير في سرقة البنوك، لكن امه اكدت له ان ابوه كان بيحبهم وزعل جدا بعد اللي حصل معاهم وبقى مريض ومات وهو حزين علشان خسر ولاده الاتنين في يوم واحد. ولما ديفيد اتأكد ان ابوه فعلا ما كانش ليه علاقة باللي حصل معاهم قرر يروح للشخص الاخير في القائمة اللي معاه على امل انه يفهم منه مين اللي بلغهم بالسرقة وقال على مكانهم.
لكن بيقف في الطريق وبيسمع في الإذاعة صوت الواعظ وهو بيقول كلام عن الانتقام والحقد، وبيقول للناس إن الجري ورا الانتقام مش هيوصلهم لأي حاجة، وإن العفو عند المقدرة هو أساس الحياة، وهتعرف تعيش حياتك صح لو بعدت عن الانتقام وابتديت تفكر في حياتك وفي كل الناس الغالية عليك. وتأثر ديفيد من كلامه جدا، لكن فكرة الانتقام كانت مسيطرة عليه، وقرر يتحرك بسرعة علشان يوصل للشخص الأخير ويعرف منه كل حاجة وبعدها يقتله. وفي الوقت ده بيوصل للضابط كاب لمركز الشرطة، وكان كل زمايله بيشجعوه وبيهنوه علشان كان موجود وقت الحادثة في المستشفى، وكان على بعد لحظات من قتل ديفيد، وكانوا كلهم ساعتها فاكرين ان ديفيد هرب بسرعة من المستشفى علشان كان خايف من الضابط كاب، لكن محدش كان يعرف ان كاب هو اللي كان خايف منه، وان ديفيد هو اللي اشفق عليه وسابه من غير ما يقتله. وساعتها بتتكلم مع سارة وبتهنيه هي كمان علشان تفكيره كان صح، وفهمته انها قدرت توصل لكل الناس اللي كانوا متورطين في القضية بتاعة ديفيد، واللي منهم الواعظ اللي كان بيسمعه ديفيد في الإذاعة. ومع الوقت بيوصل ديفيد للمكان اللي موجود فيه الواعظ، وبيدخل القاعة بتاعته وبيشوفه وهو بيتكلم مع الناس عن الكتاب المقدس وان الدين هو أساس الحياة وكل الحاجات الصح موجودة في كتب الدين، لكن بيتصدم أول ما بيشوف ديفيد وهو واقف قدامه، وبيطلب ساعتها من الناس انها تغني معاه، وبيروح علشان يتكلم مع ديفيد وبيعرفه ان هو كان متوقع حضوره لانه مش قادر يسامح نفسه من ساعة موت اخوه. وبتدخل ساعتها مرات الواعظ وبتسأله لو كان بيواجه مشكلة، لكن الواعظ بيفهمها ان ديفيد صديق قديم ليه وهو هيقعد معاه شوية، وطلب منها تسيبه مع صديقه وترجع هي للبيت وهو هيبقى يرجع اخر اليوم. ولما بتمشي بيخرج مع ديفيد من الخيمة وبيمشوا مع بعض قريب من الشاطئ، وبيسأله ديفيد عن الطفل اللي كان مع مراته، وساعتها الواعظ قال له ان الطفل ده يبقى ابنه بالتبني، وفهمه انه متبني 5 أطفال من اطفال الشوارع علشان يربيهم احسن تربية ويعوضهم عن الظروف الصعبة اللي هم مروا بيها، وكمان علشان يكفر عن ذنوبه اللي عملها زمان. وطلب من ديفيد ينسى فكرة الانتقام ويركز في حياته والحاجات الحلوة اللي ممكن يعملها لو بعد عن الانتقام، وبقى بيعيش زي الناس الطبيعية. وعرفه انه كان بيعمل حاجات غلط كتير لكن عمره ما قتل حد، ولما راح مع اصدقائه علشان يسرقوا ديفيد واخوه ما كانش يعرف انهم هيقتلوهم، وعلشان كده انهار من الموقف اول ما واحد منهم ذبح اخوه وقتله قدامهم. ومن ساعتها وهو بيشوف كوابيس، ولما خد حصته من الفلوس اللي سرقوها منهم صرفها على شرب الخمر لحد ما دخل السجن 3 سنين، وساعتها اتغيرت حياته وعرف طريق الدين وخرج من السجن شخص صالح عاوز يعمل اي حاجة علشان يكفر عن ذنوبه. ورغم كلامه الكتير اللي بيظهر فيه انه اتغير فعلا ومبقاش وحش زي الاول، لكن ديفيد كان مصمم على قراره ومش قادر يقبل فكرة انه يسامحه بعد ما قتلوا اخوه قدام عينه، وعرفه انه ربنا ممكن يسامحه لكن هو عمره ما هيسامحه، ومسك المسدس بتاعه علشان يقتله، لكن الواعظ حاول يتكلم معاه تاني وترجاه يفتح قلبه للايمان ويسامحه على افعاله القديمة حتى لو كان هيقتله علشان يقدر يقابل ربنا بقلب صافي من غير خوف. لكن برضه ديفيد رفض يسامحه، وبينزل ساعتها الواعظ على ركبته وبيغمض عينه وبيتكلم عن الدين وبيطلب من ربنا يسامح ديفيد على اللي هو بيعمله، وقال لديفيد انه مسامحه حتى لو كان هو اللي هيقتله بنفسه. وساعتها اتأثر ديفيد بكلامه وقرر يسامحه على موت اخوه بعد ما اتأكد انه فعلا ندمان، وضرب رصاصة من المسدس جنب راسه، ووقع ساعتها الواعظ على الارض وكان فاكر انه اتصاب بالرصاصة، لكن بيتفاجئ انه مش متصاب وبيتكلم معاه ديفيد وبيطلب منه يرجع لعيلته ويكمل حياته في طريق الخير ويبعد عن الشر للأبد، وبيسيبه وبيمشي. وبيدخل بعدها الخيمة مرة تانية وبيمسك الصورة بتاعته مع أخوه وبيفكر في كل حاجة حصلت معاه من ساعة موضوع السرقة، لكن بيجي ساعتها جيمس وبيصوب عليه المسدس وبيسأله ليه رفض يقتل الواعظ رغم انه كان مع الناس اللي قتلت أخوه. وعرفه ديفيد ان الواعظ اتغير فعلا وندمان على اللي عمله وعلشان كده مش هيقدر يقتله. وبيوصل ساعتها كاب للخيمة هو كمان وبيتكلم مع سارة على التليفون وبيعرفها انه موجود عند ديفيد في الخيمة بتاعة الواعظ وهيدخل دلوقتي علشان يخلصوا منه وتنتهي القضية للأبد. وكان جيمس بيتكلم مع ديفيد وبيطلب منه يمسك المسدس بتاعه ويتحدوا بعض في قتال بالرصاص علشان يقدروا يعرفوا مين فيهم الأقوى، لكن ديفيد رفض وفهمه ان هو ما عندوش مشكلة معاه وعلشان كده مش هيقتله. واتضايق جيمس جدا من كلامه وافتكر ان ديفيد بيستهزأ بيه، وعرفه ان هو قاتل مأجور واكيد الشخص اللي طلب منه يخلص من ديفيد ليه علاقة بالقضية بتاعته ومش بعيد يكون هو القائد بتاعهم. واستغرب ديفيد من كلامه وتفاجئوا الاتنين بالظابط كاب وهو مصوب عليهم المسدس وبيطلب من جيمس يرمي المسدس، وبيضطر جيمس يسمع كلامه وبيتفاجئ بيه وهو بيضرب ديفيد رصاصة في راسه وبيقتله في ساعتها.
وبيتضايق منه ساعتها جدا، وبيعرفه ان كاب هو العميل اللي طلب منه يقتل ديفيد، لان هو كمان متورط معاهم في القضية، وكان فاكر ان ديفيد عاوز يقتله هو كمان. لكن اللي هو ما كانش يعرفه ان الورق اللي كان مع ديفيد ما كانش فيه غير الناس اللي قتلها، وانه ما كانش يعرف ان كاب متورط في القضية. وبيخرجوا الاتنين من الخيمة، وبيتكلم كاب في التليفون مع مراته وبيقول لها ان القضية انتهت وقدر يخلص من الشخص اللي كان عاوز يقتله. لكن بيتفاجئ بديفيد وهو بيضربه رصاصة في راسه، وبيفهمه انه لسه عايش علشان الرصاصة اللي ضربها عليه جت في الشريحة المعدنية اللي كانت في راسه. وبيضربه اكتر من رصاصة في جسمه، وبيمشي بعدها من المكان وبيقعد مع نفسه وهو مرتاح علشان قدر ينتقم لاخوه، وبيقرر يعيش حياته في سلام ويبعد عن المشاكل والشر للأبد. بيبدأ الفيلم مع كريس وهو راجع من السفر، وبيروح يقف قدام طحونة قديمة في المدينة بتاعته، وبنعرف ان الطحونة كانت بتاعة ابوه، لكن كريس بيلاقي انها اتقفلت، وساعتها بيتضايق. وبيجي ستان مأمور المدينة ومعاه زميله الشرطي رالستون بعربية، وبيقفوا عند كريس وبيعرفوا ستان ان الطحونة اتقفلت من 3 سنين لأسباب اقتصادية حصلت في البلد، وبيعرفوا ستان انه لو محتاج وظيفة ممكن يشتغل في كازينو المدينة. فبيرد كريس عليه وبيشكره وبيعرفه انه مش محتاج الوظيفة دي، وبيتحرك كريس علشان يمشي. ساعتها بيلاحظ ستان اسمه اللي مكتوب على شنطة السفر بتاعته، وبيعرف انه كريس فون، فبينادي على ستان وبينزل من العربية علشان يسلم عليه. وبيتكلم ستان مع كريس وبيعرفه انه عارف اهله من زمان، وكمان عارف قصته المشهورة في التجنيد وانه بطل حقيقي. وبيعرض ستان على كريس انه يركب معاهم العربية علشان يوصله لبيته، وقتها بيرفض كريس لكن بيضطر انه يركب معاه لما بيلاقيه مصمم. وفي الطريق بيتكلم كريس معاهم وبيعرفهم انه غايب بقاله 8 سنين، وانه وقتها كان مأمور المدينة شخص اسمه هارستاد. فبيرد عليه ستان وهو متأثر وبيعرفه ان هارستاد مات في حادثة عربية لانه كان نايم ومش مركز في السواقة. وبيكون ستان معجب بكل بطولات كريس اللي عملها. ولما بينزل كريس من العربية بينادي ستان عليه وبيديله ورقة فيها بيانات عنه، وبيطلب منه انه يصوت له في الحملة الانتخابية اللي هو مشارك فيها علشان يبقى عمدة المدينة. وبيوصل كريس لبيته وبتشوفه اخته ميشيل من على السور، وفي البداية بتكون مش عارفاه لأنه غايب عنهم بقاله فترة طويلة. ولما بتعرف ميشيل أنه أخوها كريس بتنزل تستقبله وهي سعيدة جدا. وبيلاحظ كريس أن في خيمة موجودة في الجنينة وبيسأل ميشيل عنها، فبترد عليه وبتعرفه أنها بتاعت ابنها بيت، وبتنادي ميشيل على أمها علشان تيجي تسلم عليه. وبتيجي تسلم على كريس ابنها وهي مش مصدقة أنه رجع بعد كل السنين دي، وبتفرح ساعتها جدا. وبينزل أبوه بيرحب بيه، وفي الليل بيقعدوا ياكلوا كلهم مع بعض. وميشيل بتسأل كريس عن خطته لحياته اللي جاية، فبيعرفها انه كان عاوز يشتغل في الطحونة بتاعتهم، وبيسألهم ليه مفيش حد تواصل معاه وعرفه انها اتقفلت. فبترد عليه امه وبتفهمه انهم محبوش يزعجوه بمشاكلهم. وبيتكلم ابوه بيعرفه انه بقى تاجر اثاث، وان امه بتشتغل مدرسة، وان ميشيل بقت بتساعدهم في مصاريف البيت. وقتها بيظهر بيت ابن ميشيل وبيسلم على كريس وبيسأله لو كان قتل حد قبل كده وهو في الجيش. وساعتها الأسرة كلها بتتضايق من سؤال بيت وبيحاولوا يقفلوا الموضوع. وبيطلب بيت من كريس انه يعلمه الضرب بالبندقية بتاعته، لكن كريس بيعرفه انه مش هيقدر يعلمه، وبيطلب منه يبطل ينام في الخيمة علشان الجو ما يمطرش عليه. لكن بيت بيكون طفل عنيد وبيسيبهم وبيخرج. وقت النوم بيكون كريس عاوز بيت ينام معاه في الأوضة بتاعته لان الجو بيمطر وهو خايف عليه، وبيعرض عليه انه ينام على الأرض، لكن بيت بيرفض وبيسأله للمرة التانية لو كان قتل حد قبل كده. وبيكون بيت مستني الرد من كريس، لكن كريس مش بيرد عليه، وساعتها بينزل بيت وبيسيبه وهو متضايق منه. وتاني يوم بيكون كريس في الساحة بتاعت البيت، وبيجيله صاحبه القديم راي علشان يسلم عليه، وبيعزمه كريس على مشروب وبيقعدوا الاتنين مع بعض وبيتكلموا عن حياتهم. وبيحكي راي لكريس انه فكر يبني لنفسه مستقبل في الوقت اللي كريس سافر فيه وبعد عنه. وقتها اشترى جيتار وقرر انه يدخل مجال الموسيقى، لكن بعدها اتجه للمخدرات وادمنها لحد ما اتقبض عليه واتحبس لمدة 2 سنين. وساعتها بيتأثر كريس من قصة صاحبه واللي حصل معاه، فبيتكلم ري معاه وبيعرفه ان حياته دلوقتي احسن من زمان لانه بعد عن المخدرات وبقى عنده صحاب بيشجعوه انه يعمل حاجات كويسة. وبيعرفوا ري ان صحابهم القدام عندهم مباراة بعد 20 دقيقة، وانهم مصممين ان كريس يكون موجود معاهم. وساعتها ري بياخد كريس للملعب وبيقابل صحابه القدام، وبيفرحوا جدا لما بيشوفوه. وبيجي صاحب ليهم اسمه جاي وبيسأل كريس عن السبب اللي رجعه البلد وبعد كل السنين دي، فبيرد عليه كريس وبيعرفه انه رجع علشان يرتاح، وبيرفض كريس يحكي لجاي اي تفاصيل. وبيبدأوا كلهم يلعبوا مع بعض، وبتستمر المباراة لوقت طويل لحد ما بيتعبوا من اللعب وبيخسر فريق كريس.
وبيكون بيت وصحابه قاعدين بيتفرجوا عليهم، وبيعرض واحد من صحاب بيت عليه انه يشرب مخدرات معاه، لكن بيت بيرفض لما بيحس ان خاله ممكن يشوفه. وبعد المباراة بيكون ري تعبان وكريس قاعد جنبه، وبيجي جاي لكريس وبيقوله انه عاوز يقابله في الكازينو بتاعه علشان يحتفلوا برجوعه، وبيوافق كريس وبيسيبه جاي وبيمشي. وساعتها بيعدي بيت من قدام كريس وبيعرفه انه بيتمنى له انه يكسب في المباراة اللي جاية، فبيرد عليه كريس وبيقوله انه مش هيبقى شايفه طول الوقت علشان يمنعه من شرب المخدرات، لكن بيت مش بيهتم بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وفي الليل بيروح كريس مع اصحابه الكازينو جاي، وهناك بيقابله قدام المكتب بتاعه، وبيعرفهم جاي ان اي حاجة يطلبوها النهاردة هتكون على حساب المكان. وفعلا بيقضوا كلهم وقت لطيف في الكازينو لحد ما بيبدأوا يلعبوا قمار. وهنا بيكتشف كريس ان صاحب اللعبة بيبدل الزهر عشان يخلي الناس اللي هو عايزها تفوز هي اللي تكسب الرهان. وساعتها بيدخل كريس معاه في منافسة علشان يأكد له انه بيغش، وبيرمي كريس فلوس كتير على الترابيزة علشان يراهن بيها، وفعلا بيكسب كريس الرهان، لكن صاحب اللعبة بيرفض انه يسلفه اي فلوس بحجة انه دخل اللعبة في دور مش دوره. وساعتها بيقرر كريس انه يتقاتل معاه، لكن بيجي فرد امن من ورا كريس وبيحاول يمنعه، وبيبعده كريس عنه، وبتدور معركة عنيفة بين كريس وكل اللي في الكازينو، وبيكون كريس قوي جدا وبيقدر انه يهزمهم كلهم لوحده، لكن في النهاية بيجي شخص من ورا كريس وبيكهربه بجهاز معاه، وساعتها كريس بيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه وسط مجموعة مجرمين، وبيجي بوث القائد بتاعهم عند كريس، وبيلاحظ انه لابس سلسلة شكلها بيعجبه، ولما بيبص بوث عليها بيلاقي ان عليها علامة القوات الخاصة، فبيقرر انه ياخدها منه، لكن كريس بيحاول انه يقاوم، وساعتها بوث بيأمر الرجالة بتوعه انهم يكتفوا كريس، وبيسرق بوث السلسلة منه بالقوة، وبعدها بوث بيجيب المشرط وبيخلع لكريس القميص بتاعه وبيعوره في جسمه كله، وساعتها كريس بيتألم جدا ومش بيقدر يدافع عن نفسه. وبعدها بيكون كريس بينزف في الشارع بعد ما العصابة رمته لوحده، وبتيجي عربية كبيرة تقف قدامه وبيتم نقله للمستشفى، وبيتكلم الدكتور مع أهله وبيعرفهم إن حالته خطيرة جدا، وإن الجروح أصابت أماكن كتير في جسمه، وبيعرفهم كمان إن الشخص اللي عمل فيه كده كان عاوز يقتله. وساعتها بيوصل المأمور ستان للمستشفى وبيطلب من الدكتور تقرير كامل عن حالة كريس، ومعاه نسخة من تحليل الدم بتاعه علشان يعرف إذا كان شارب كحول وقتها أو لأ. فبيرد أبو كريس على ستان وبيفهمه إنه عاوز حق ابنه من الشخص اللي كان عاوز يقتله، لكن ستان بيعرفه إنهم لسه مش عارفين مين فيهم اللي بدأ القتال، وعلشان كده هو محتاج التحليل، وبيوعده إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يكشف الحقيقة. وبيلاحظ الدكتور إن ميشيل خايفة على أخوها، فبيطمنها إنه هيبقى بخير. وبيجي ري للمستشفى ومعاه ورد لصاحبه علشان يكون جنبه ويطمن عليه، ولما بيدخلوا الأوضة اللي هو محجوز فيها بيعبر له كريس عن حزنه بسبب طريقة استقباله في أول يوم له في بلده، وبيطمنه ري إن حقه هيرجع. وتاني يوم بيخرج كريس من المستشفى وبيرجع للبيت، وبيقضي ري معاه وقت طويل، وبيحاول بيت إنه يشغله عن التفكير في اللي حصل له، وبيبدأ كريس يقاوم التعب ويلعب رياضة لحد ما صحته بتتحسن. وبعدها بينزل كريس للجراج وبيلاقي أبوه صلح العربية القديمة بتاعتهم، وساعتها بيفرح جدا لأنه كان بيحبها، وبيخرج هو وأبوه بيها. وفي الطريق بيسأله أبوه عن السبب اللي رجعه للبلد مرة تانية في الظروف دي، برغم أنه طول عمره كان نفسه يسافر ويسيبها، فبيرد عليه كريس وبيعرفه أنه رجع لسبب مجنون جدا، وهو أنه اشتاق للطحونة بتاعتهم وكان بيحن دايما لذكرياته فيها وقت طفولته. ولما بيرجع كريس للبيت بيزوره جاي صاحب الكازينو وبيعرفه انه طرد صاحب لعبة القمار بعد ما اكتشف انه كان بيغش، وانه عاقب كل اللي كان له دور في اللي حصل له من اللي بيشتغلوا عنده في الكازينو، لكن كريس مش بيهتم بكلامه، فبيتكلم معاه جاي وبيقول له انه مش بيحب يشوفه متضايق، وبيعرفه انه كان ممكن يجي له المكتب في بداية المشكلة قبل ما تتطور، وساعتها كان هيحل كل حاجة، لكن كريس بيرد عليه وبيهدده انه هيروح للمأمور ستان ويبلغ عنه، فبيرد عليه جاي وبيفهمه انه محظوظ علشان محدش قدم بلاغ ضده، خصوصا انه دمر له المكان اللي تعب فيه بقاله سنين. وبيعرض جاي على كريس انه يشتغل معاه في الكازينو وبيديله وظيفة مدير الامن، لكن كريس بيرفض وبيتعامل معاه بحدود، وساعتها بيطلع جاي ظرف فيه مبلغ كبير وبيسيبه قدام كريس وبيفهمه انه هيديله فرصة يفكر في الوظيفة اللي عرضها عليه، لكن كريس بياخد الظرف وبيرجعه له تاني. وقتها بيعرف جاي ان كريس مش مرحب بيه وبياخد الظرف بتاعه وبيمشي. وبعدها بيروح كريس لمركز الشرطة وبيقابل ستان، وبيعرفه كريس انه عاوز يقدم بلاغ في الكازينو واللي بيشتغلوا فيه، لكن ستان بيرد عليه وبيعرفه ان ملف القضية اتقفل. ولما بيلاحظ ستان ان كريس مصمم يقدم البلاغ، بيعرفه انهم مش هيقدروا يقفلوا الكازينو لانه مصدر الدخل الوحيد للمدينة، وساعتها بيحس كريس ان مفيش اي عدالة من الشرطة، وبيعرف انه لو قبل بالوضع ده مش هيقدر يرجع حقه من اللي اذوه،
فبيتكلم مع ستان وبيعرفه انه مش موافق على اللي بيقوله، لكن ستان بيرفض يتكلم معاه وبيطرده من المركز. وبتيجي مكالمة لأم كريس من الإسعاف بإن بيت تعبان جدا، فبتروح له هي وكريس على المكان اللي هو فيه، وبنعرف إنه خد نوع قوي من المخدرات علشان كده تعب. وبيتكلم واحد من أصحاب بيت وبيعرفهم إن بيت ما كانش عاوز ياخد المخدرات لكن هم اللي ضغطوا عليه. وبيعرف كريس من أصحاب بيت إن واحد من أفراد الأمن اللي في الكازينو هو اللي بعلهم المخدرات، فبيقرر كريس إنه يروح للكازينو وينتقم منهم بنفسه. وبتحاول أمه إنها تهديه، وبتعرفوا انهم لازم يتصلوا بالشرطة، لكن كريس بيعرفها ان ده هيكون من غير فايدة، وبيروح ياخد البندقية بتاعته وبيطلع لوحده على الكازينو. وساعتها بتدور معركة شرسة بينه وبين كل الموجودين هناك، وفي النهاية كريس بيضرب بوث قائد العصابة اللي حاول يقتله لحد ما بيفقد الوعي. وبيخلع كريس سلسلة القوات الخاصة بتاعته من رقبة المجرم وبياخدها، وبعدها بيحدف قطعة خشب كبيرة من مكانه على مكتب جي وبيكسر الإزاز بتاعه. وساعتها جاي بيشوف رجالته وهم مقتولين قدامه، وبيقول لكريس انه بكده بيخلق عداوة بينهم. واثناء ما بيكون كريس في طريقه للبيت بيأمره ستان انه يوقف العربية بتاعته وبيقبض عليه، وبيعرضه عليه انه يفضل 3 شهور تحت الإقامة الجبرية في بيته في مقابل انه ما يتسجنش، وبيعرفوه انه لو خد حكم مش هيكون اقل من 18 سنة. لكن كريس بيرفض مبدأ الذل على نفسه وبيقبل بالمحاكمة. وقت محاكمته بيشهد ضده كل اللي كان في الكازينو وقتها، وساعتها بيمنع كريس المحامي بتاعه من الدفاع عنه، وبيقرر يتكلم بنفسه قدام القاضي. وساعتها بيعرفهم في قاعة المحكمة انه عمل كل الجرائم اللي هو متهم بيها، وبيفهمهم انه كان بيدافع عن نفسه لان الشرطة رفضت ترجع له حقه، وبيوريهم الجروح اللي مالية جسمه علشان يصدقوه، وبيعرفهم انه لو خد براءة هيرشح نفسه لمنصب عمدة المدينة بدل ستان الفاسد. وفعلا بياخد كريس حكم بالبراءة وبيتعين عمدة للمدينة بتاعته، وبيقرر انه يوقف اي فساد بيحصل. وبعدها كريس بيوقف جي بعربيته في الشارع علشان يشوف الرخص بتاعته، وبيحاول جي انه يستفزه، وبيتكلم مع كريس وبيعرفه انه شخص فاشل في كل حاجة من وهو صغير، وانه هيفشل في مجال الشرطة. وساعتها بيرجع له كريس الرخص، وبيكسر له العربية بتاعته بالخشبة اللي معاه، وبيأمره انه يصلحها علشان ما ياخدش مخالفة. وفي نفس اليوم بيروح كريس يقابل راي وبيعرض عليه انه يعينه المساعد بتاعه، لكن راي بيعرفه انه مش بيحب الشرطة ومش هيرتاح لما يشتغل فيها. وساعتها بيترجاه كريس لانه محتاجه معاه علشان يعرفه طريق الناس اللي بيبيع مخدرات بما انه كان مدمن وتعالج. وساعتها بيوافق راي وبيبدأ يشتغل معاه، وبيحكي لكريس على كل حاجة يعرفها عن المخدرات. وتاني يوم بيروحوا هما الاتنين لبوث لانه بيتاجر في انواع معينة من المخدرات، وبيفتشوا راي وبيلاقي ان معاه كمية كبيرة مخبية في هدومه، وبيكون عاوزين يضايقوا بوث بأي طريقة كعقاب ليه على اللي عمله مع كريس في الكازينو، وبيعرفوه انهم هيفتشوا عربيته عشان لو مخبي مخدرات جواها. وبيفضل كريس وري يدمروا عربية بوث لساعات طويلة وهم مستمتعين، لحد ما بيفكوا كل أجزائها ومش بيلاقوا جواها حاجة. وساعتها بيعرفهم بوث ان في ناس في ظهره هيدمروا حياتهم وهيجيبوا له حقه، فبيقرر كريس انه يقبض عليه. وفي الليل بيتكلم ابو كريس معاه، وبيعرفوا انه خايف عليه من اللي ممكن يحصل له لو اتعامل مع ناس هو مش قدهم، لكن كريس مش بيهتم وبيقرر انه يطبق العدالة في المدينة مهما كان التمن. وبعدها بيكون جاي واقف قدام الكازينو بتاعه، وبيتصل بشخص مجهول وبيديله امر بالتنفيذ، وساعتها بتنفجر عربية كريس اللي قدام المكتب بتاعه، وبيكون بوث مسجون جوه، فبيسمع صوت الانفجار وبيفرح جدا، وبيقول لكريس ان ده قصاد عربيته اللي هو دمرها. وبيدخل للمكتب مجموعة من المجرمين وبيحاولوا انهم يقتلوا كريس علشان يتخلصوا منه للأبد ويرجعوا يمارسوا حياتهم بالشكل الإجرامي اللي تعودوا عليه. وبتدور معركة عنيفة بين كريس والمجرمين، وأثناء المعركة بيدخل كريس لبوث وبيسألوا عن المكان الأساسي اللي المخدرات بتتصنع فيه، فبيعرفوا بوث انهم بيصنعوها في الطاحونة بتاعتهم. وساعتها بنعرف انهم أمروا بقفل الطاحونة علشان يستعملوها هم بالطريقة اللي تعجبهم ويعملوها مصنع للمخدرات. وبعدها المجرمين بيصيبوا زميلهم بوث برصاصة بالغلط وبيقتلوه، وفي النهاية بيقدر كريس انه يهزمهم كلهم. وبيرجع لبيته لكن بيلاقي هناك مجموعة تانية من المجرمين بيحاولوا انهم يقتلوا اسرته، وبيظهر واحد منهم وبيصوب عليه السلاح هو وصاحبه ري، لكن في اللحظة الاخيرة بيضرب ابو كريس المجرم بالسلاح بتاعه وبيقتله وبينقذهم. وبعدها بيروح كريس للطحونة بتاعتهم وبيلاقي جاي مستنيه هناك علشان يقتله، وقبل ما يهجم كريس عليه بيدور جي على الزرار اللي بيفتح باب المفرمة اللي كريس واقف عليه، لكن كريس بيلحق نفسه في الوقت المناسب وبيمسك في الحديد، وساعتها بيمسك جي عصاية خشب وبيضرب كريس بيها علشان ايده تفلت ويقع، لكن كريس بيشده لتحت وبيقعوا هما الاتنين بعيد عن المفرمة.
لكن لما بينزلوا جاي بيلاقي كريس هرب، ولما بيوصلوا مرة تانية بيدور قتال عنيف بينهم، وبيكون جاي مصمم انه يقتل كريس لكن بيفشل، وبيقدر كريس انه يتغلب على جاي، وساعتها بيتم القبض على جاي وبيؤمر كريس بقفل الكازينو نهائي، وبكده يكون كريس قدر انه يحمي المدينة بتاعته من كل الفساد اللي كان فيها. بيبدأ الفيلم مع أخبار بتحكي عن قصة الحب المأساوية اللي كانت بين القائد الروماني أنطونيوس وكليوباترا ملكة مصر، وبنعرف إن الاتنين انتحروا لأنهم كانوا مش عارفين يعيشوا مع بعض، وكمان بنعرف إن أنطونيوس قدم لكليوباترا 3 بيضات من الجواهر في يوم فرحهم علشان يعبر لها عن إخلاصه ليها، ولمدة قرون الناس كانوا فاكرينها مجرد أسطورة، لكن في سنة 1907 في مزارع قدر يلاقي 2 من الثلاث بيضات في مكان قريب من القاهرة، لكن البيضة الثالثة كانت مفقودة ومفيش حد يعرف عنها حاجة، وأول بيضة موجودة في متحف مشهور في روما، أما البيضة الثانية اتباعت في المزادات. وفي نفس الوقت ده بنشوف شخص بيقدر يصنع بيضة مزيفة شبه البيضة الأصلية بالظبط، وبعد فترة في مدينة روما بيوصل للمتحف عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالية اسمه جون، مع عميلة من الانتربول اسمها داس، لأن جون وصل له معلومات إن واحد من أكتر لصوص الأعمال الفنية المطلوبين في العالم واللي اسمه نولان بوث ناوي يسرق البيضة الأولى من المتحف، ولما مدير المتحف سأله هو عرف المعلومات دي منين، بيرد عليه جون وبيقول له إنه عرفها من الفيل، وبيتكلم المدير مع المحققة داس وبيقول لها إن الفيل مجرد قصة خرافية علشان يخوفوا الناس بيها مش أكتر، وبيوصلوا للبيضة وبيلاقوها لسه في مكانها، وبيطلب جون جهاز استشعار حراري وبيستخدمه علشان يكشف عليها، وبيقول لهم إن البيضة مطلية بالذهب عيار 18 واللي مفروض يعكس الإشعاع، وبيعرفهم إن الحرارة مفروض تكون حمراء مش زرقاء، وبياخد جون مشروب غازي من طفل ولما بيحطه على البيضة بتبدأ تسيح وبيكتشفوا إنها مزيفة، وساعتها بيشغلوا جرس الإنذار وبيقفلوا باب القاعة، وبيكون نولان موجود معاهم في المتحف وبيحاول يهرب بعد ما سرق البيضة الأصلية وبدلها بالمزيفة، وبيروح جون وراه وبيطارده، وكمان داس والحراس بيحاولوا يقبضوا عليه، وبيرمي نولان قنبلة دخان علشان يشتتهم، وبيحاول جون يقبض عليه لكن بيقدر يهرب منه، وبيشوف جون خريطة المبنى وبيعرف مكان الخروج، وبيكون نولان شخص ذكي وسريع وبيستخدم حركات ذكية، والحراس مش بيقدروا يمسكوه وبيقدر يهرب منهم كلهم، لكن بيلاقي جون قدامه وبيهدده بالمسدس وبيعرفه انه هيقبض عليه وبيطلب منه يسلمه الشنطة، وبيحاول نولان يخدعه وبيقول له انه مش معاه الشارة بتاعته، وهو كده ما يعرفش لو هو ضابط فعلا ولا شخص شرير، وفي اللحظة دي بتوصل داس علشان تقبض على نولان، وساعتها نولان بيوقع المسدس من ايد جون وبيحاول يهرب، لكن جون بيهجم عليه وبيقعوا هما الاتنين من الشباك وبيمسكوا في الحيطة، وبعدها بيقع نولان في صندوق النفايات وبيحاول يهرب، لكن جون بيستخدم سلم متحرك وبيقف قدامه وبينط نولان للأرض، وبيروح جون وراه وبيسرق نولان موتوسيكل من واحد في الشارع، وبياخد جون عربية علشان يطرده لكن بيخبط في عربية تانية، وبينجح نولان انه يهرب منهم، وبعد 56 ساعة بيسافر نولان لجزيرة بالي، ولما بيدخل بيته بيطلع البيضة اللي سرقها من الشنطة وبيتفاجئ بجون قاعد قدامه، وكمان بيلاقي المحققة داس ورجالة الشرطة، وبتاخد منه داس البيضة وبتقوله انه مطلوب القبض عليه في 18 دولة، وبتقوله كمان انها عارفة انه قدر يهرب من كل السجون اللي دخلها، وبيتكلم جون معاه وبيقوله انه قدر يحلل شخصيته لانه محلل شخصيات ومتخصص في جرائم الاعمال الفنية، وبيعرفوا انه بيتابعوا من ساعة ما سرق لوحة سيدة بقبعة حمراء من متحف سنة 2014، وبيرد نولان عليه وبيقوله انه ما يقدرش يثبت ان هو اللي سرقها، لكن بيبص على الحيطة وبيلاقوا اللوحة متعلقة عليها، وبيكمل جون كلامه معاه وبيقوله انه ابن وحيد وابوه كان شرطي وامه بروفيسيرة، وانه بدأ يسرق لما كان طفل صغير واكتشف ان عنده موهبة السرقة، وبيعرفه كمان انه بيحب يشتغل لوحده وبيعمل كده علشان الشهرة والمتعة مش علشان الفلوس، وانه بيخاطر في العمليات اللي بينفذها وكأنه عايز يتقبض عليه علشان يهرب ويثبت قدراته وانه افضل من كل اللصوص التانية، وعلشان يثبت لنفسه انه يستحق حب ابوه، ولما بيسأله نولان هو ازاي قدر يوصل له بيقول له انه عرف مكانه من الفيل، وبعدها بيقبضوا عليه وبيركبوا عربية الشرطة، وبيحط جون البيضة في عربية تانية وبيروح علشان يركب العربية، والسواق بيقول له ان باب العربية مفتوح، وبتظهر عميلة من الشرطة وبتبدل البيضة الأصلية بواحدة تانية مزيفة، ولما جون بيرجع يشوف باب العربية بيلاقيه مقفول والبيضة في مكانها، ولما العربية بتمشي بنشوف ان البنت كانت مستخبية تحتها، وبنعرف انها الفيل واللي تعتبر اكتر سارقة اعمال فنية مطلوب القبض عليها، وبعدها بيقعد جون في حانة وبتيجي داس تتكلم معاه وبتعرف انه بيستعد علشان يسافر من مدينة روما، وبتمسك البيضة وبترميها على الارض وبتتكسر،
وبيقول لها جون ان نولان اداهم بيضة مزيفة، لكن داس بتعرفه انها شكت فيه لانها اتصلت بمكتب التحقيقات الفيدرالي واكدوا ان مفيش حد عندهم بالاسم ده، وكمان عرفت ان الحساب بتاعه اتحول عليه 8 مليون دولار يوم سرقة البيضة. وبيحاول جون يقنعها ان مش هو اللي عمل كده، لكن داس مش بتصدقه وبتقبض عليه. وبعدها بيحبسوه في سجن موجود في روسيا، وبيتفاجئ جون لما بيلاقي نولان معاه في نفس الزنزانة. وبيتكلم نولان مع جون وبيقوله ان الفيل قدرت تخدعه هو كمان وتسرق البيضة، وبيحكي له ان في ملياردير مصري عرض 300 مليون دولار للي يقدر يجيب الثلاث بيضات قبل فرح بنته اللي اسمها كليوباترا. وبيسأله جون ازاي كان هيعمل كده والبيضة الثالثة مفقودة، وبيفهمه نولان انه كان هيسرق البيضتين وبعدين يدور على الثالثة، وبيقول له ان البيضة الثانية موجودة عند تاجر اسلحة اسمه سوتو، واللي معروف عنه انه بيحب يخنق الناس لان ابوه حاول يخنقه وهو صغير، وكمان سوتو بيعمل حفلة تنكرية كل سنة في بيته، والبيت ده فيه خزنة سرية موجود فيها البيضة التانية، وهو كان زمانه بيسرقها دلوقتي لولا ان فيه ظابط وقف في طريقه. وبيقول له جون ما يقولش انه ظابط لان الناس اللي حواليهم لو عرفوا هيقتلوه، وبيعلي نولان سوتو وبيقول لهم ان جون مش ظابط وانه محلل شخصيات. وبيجي واحد من المساجين يتحدى جون وبيوقع طبق الاكل عليه، وساعتها جون بيقول له انه مش عايز يدخل في قتال معاه، لكن المسجون بيضربه وبيوقعه على الارض وبيتدخل الحراس وبيمنعوا المشكله. وبعدها بيتخانق جون مع نولان وبيقول له انه لو عمل كده تاني هينتقم منه، وبيجي الحراس ياخدوهم علشان يقابلوا النقيب، وبيتفاجئوا لما بيلاقوها الفيل. وبتكون دي أول مرة نولان يقابل المنافسة بتاعته، وبتتكلم الفيل مع جون وبتشرح له إنها بعد ما سرقت البيضة منهم حطت في حسابه 8 مليون دولار، وكمان قدرت تخترق المكالمة مع مكتب التحقيقات وترد على داس وتقول لها إن مفيش عميل عندهم باسم جون، وبكده جون بقى مشتبه بيه ودخل السجن. وبتقول لهم إنها معاها البيضة الأولى وبعد يومين هيبقى معاها البيضة التانية كمان، وبتطلب من نولان يقول لها على مكان البيضة التالتة لأن هو اللي عارف مكانها، وفي المقابل هي هتخرجه من السجن وتدي له 10% من الفلوس، لكن نولان بيرفض، فبتقول له إنها هترجع لهم تاني لما تلاقي البيضة التانية وساعتها ممكن يغير رأيه. وبعدها بيحاول جون يقنع نولان إنهم لازم يتحدوا مع بعض علشان ينتقموا من الفيل ويدخلوها السجن، وبيبدأوا يفكروا في خطة للهروب من السجن علشان يوصلوا للبيضة التانية قبلها. وبالليل بيتكلم جون مع نولان وبيسأله هو ازاي اتحول من ابن ظابط لسارق، وبيحكي له نولان انه لما كان صغير ابوه اتهمه انه سرق الساعة بتاعته وكان بيحب الساعة دي اكتر من اي حاجة، وهو قال له انه ما سرقهاش لكن ابوه ما صدقهوش وقعد فترة مش بيتكلم معاه، وفي يوم رجع للبيت بعد ما لقى الساعة بتاعته ورغم كده ما اعتذرش ليه، ومن بعدها اتحول لسارق. وتاني يوم بيبدأوا في تنفيذ خطة الهروب وبيحطوا صابونة جوه محلول تنظيف مصنوع من حمض النتريك، وساعتها بيحصل انفجار وبتحصل فوضى في المكان، وبعدها بيضربوا الحراس وبيهربوا منهم، وبيلاقوا الباب مقفول وبيطلع نولان المفتاح اللي قدر يسرقه من الحارس وقت ما كان جون بيتخانق مع المسجون، وبيخرجوا لساحة السجن وبيقدروا يوقعوا الحجارة ويهدوا السور اللي بنوه، وبعدها بيمشوا على السور وبيكون ضيق جدا وممكن يقعوا من عليه، وبيقدروا يعدوا من عليه وبيضربوا الحارس، وباقي الحراس بيشوفوهم وبيضربوا عليهم نار، وبيروح نولان يضرب الحارس ويركب الطيارة الهليكوبتر وبيضرب جون نار على الحراس وبيقدر يقفل عليهم البوابة، وبيجري علشان يركب الطيارة لكن الحارس بيفجر الجسر، وبيقدر يمسك في حبل على آخر لحظة وبيطلع، وبيضرب نولان نار على الحراس بالسلاح اللي في الطيارة، وبيجري جون وبيركب الطيارة معاه وبيضرب الحارس صاروخ على الطيارة، لكن جون بيفتح الباب وبيخرج من الناحية التانية وبيقدروا يهربوا من السجن. وبتروح الفيل لمكتب التحقيقات في لندن وبتربط الموظف وبتستخدم الكمبيوتر بتاعه علشان تبعت رسالة لداس وبتعرفها ان جون ونولان هربوا من السجن وهيروحوا يسرقوا البيضة التانية، وبيروح نولان وجون يقابلوا صديق نولان اللي بيساعدهم وبيجيب لهم طيارة، وبيتكلم نولان مع جون وبيشرح له الخطة وبيقول له ان الأوضة اللي موجود فيها البيضة التانية تحت حراسة مشددة، وكمان كل مدخل بيكون عليه 2 حراس وبيتبدلوا بحراس غيرهم وهيبقى قدامهم أقل من دقيقة علشان يتحركوا في وقت التبديل، وكمان في كاميرات مراقبة على أعلى مستوى، وبيقول له على المشاكل اللي هتقابلهم، وأول حاجة إن باب الخزنة اللي فيها البيضة مصنوع من مواد قوية والطريقة الوحيدة لفتحه هي التعرف على صوت وملامح سوتو، وبيعرفوا إنهم هيوصلوا لصوت وملامح سوتو عن طريق التكنولوجيا. وتاني مشكلة هي إن في رمز بيتغير كل 6 دقايق على تليفون سوتو، وعلشان كده لازم يسرقوا التليفون بتاعه وكمان لازم ياخدوه بصمة صباعه، وبيوصلوا البيت سوتو وهم متنكرين على أساس إنهم ضيوف في الحفلة التنكرية، وبيمثل نولان إنه واحد من الخدم علشان يقدر ياخد بصمة صباع سوتو، وبيشوف جون الفيل في الحفلة هي كمان وبيبلغ نولان بوجودها، وبيروح يتكلم معاها ومش بيعرفها انهم موجودين هنا علشان البيضة التانية، وبيقول لها انه هنا علشان يثبت انه بريء ويتقبض عليها،
وبعدها بيرقص معاها علشان يشغلها وما تقدرش تسرق البيضة قبلهم، وبيقدر نولان ياخد الكوباية اللي عليها بصمات سوتو وبيشوفهم سوتو وهم بيرقصوا مع بعض، وبيحس بالغيرة وبيروح يطلب من الفيل إنها ترقص معاه، وبيسيبهم جون وبيخبط في سوتو وهو ماشي وبيقدر يسرق منه التليفون، وبتوصل المحققة داس للحفلة هي كمان، وبيخبط نولان في جون وبيوقع عليه المشروب وبيمثله إن حصلت بينهم مشكلة، وساعتها بيعتذر المسؤول عن تنظيم الحفلة لجون وبيطلب من نولان يوصله للحمام، وبيقدر نولان يخترق كاميرات المراقبة وبيثبت الصورة علشان حراس المراقبة ما ياخدوش بالهم من اللي بيعملوه، وبيجي مع التبديل الحراس وبيقدروا يعدوا ويدخلوا الأوضة من غير ما حد يشوفهم، وبيستعدوا علشان يفتحوا الخزنة وبيخبطوا في بعض والكوباية بتتكسر، لكن بيقدر نولان يلاقي قطعة الإزاز اللي عليها البصمة، وبينجحوا إنهم يفتحوا التليفون بالبصمة وبياخدوا منه الرمز اللي محتاجينه، وبعدها بيستخدموا البرنامج اللي معاهم وبيفتحوا الخزنة بصوت وصورة سوتو، وبيلاحظ حراس المراقبة إن الخزنة اتفتحت وبيبلغوا حراس الأمن، وبتوصل داس ليهم قبل ما يدخلوا يسرقوا البيضة وبتهددهم بالمسدس، وبيقول لها جون إنه موجود هنا علشان يثبت براءته بعد ما الفيل خدعته، وبتديله داس سلاسل حديد علشان يقبض على نولان، وبتقوله إن لو ما عملش كده هتقبض عليهم هما الاتنين، وبيمثل جون إنه ربط إيدين نولان، وبعدها بيقرب من داس وبيوقع المسدس من إيديها وبيدخل هو ونولان جوه الخزنة، ولما بيوصلوا عند البيضة بيلاقوا الفيل قدامهم ووصلت قبلهم، وبيقول لها جون إنه هيقبض عليها، وبتتحداه الفيل وبيبدأ قتال عنيف بينهم، وبتقدر الفيل تضرب نولان وجون وبتمسك عصاية وبتحاربهم هما الاتنين، وبيحاولوا يدافعوا عن نفسهم ضدها لكنها بتقدر تتغلب عليهم وبتربطهم بالسلاسل الحديد، وفي اللحظة دي بيوصل سوتو والحراس وبيقول له نولان إن الفيل هي اللي سرقت البيضة، وبتسلم الفيل البيضة لسوتو، وبنعرف إنها كانت متفقة معاه وعرفته إن نولان وجون هيحاولوا يسرقوها، وبيقبض سوتو عليهم هما الاتنين وبيحبسهم، وبتتكلم الفيل معاهم وبتعرفهم إنها اتفقت مع سوتو إنهم يشتغلوا مع بعض، وبتطلب من نولان يقول لهم على مكان البيضة التالتة، لكن نولان بيرفض يقول حاجة، وساعتها الفيل بتبدأ تعذب جون وتكهربه علشان نولان يعترف، وكمان سوتو بيخنقه من رقبته وكان هيموته، وبيقرر نولان يعترف على مكان البيضة علشان ينقذه، وبيقول لهم إن البيضة موجودة في غرفة سرية جوه الهرم الأكبر في مصر، وبتحتفل الفيل مع سوتو بعد ما عرفوا المعلومات، وبتكون حاطة مخدر في المشروب لسوتو وبيفقد الوعي، وبتسرق البيضة التانية وبتودع جون ونولان علشان تروح تاخد البيضة التالتة وبتسيبهم وبتمشي، وبعدها بيفوق سوتو وبيكون متعصب وبيضرب عليهم نار بشكل عشوائي، وبتيجي رصاصة في السلاسل اللي ربطة جون وبيفك جون نفسه وبيضربه، وبيقرر يسيب نولان مربوط ويمشي لأنه ساب الفيل تعذبه، وساعتها نولان بيعرفه إنه كذب عليهم وإن البيضة التالتة مش في مصر، وبيقوله إنه محتاجه علشان يوصل لمكان البيضة، وساعتها هيلاقي الفيل ويقبض عليها، وبيحاولوا يهربوا من المكان لكن بيلاقوا نفسهم وسط حلبة مصارعة الثيران، وبيحاولوا يرجعوا تاني لكن سوتو بيضرب عليهم نار وبيهجم الطور على جون وبيوقعوا على الأرض، وبيجروا هما الاتنين وبيهربوا وبينطوا من على السور، وبعدها بيركبوا القطر وبيتحركوا في طريقهم لمكان البيضة التالتة، وبيتكلم جون مع نولان وبيسأله عن مكان البيضة لكن نولان بيرفض يقوله، وساعتها جون بيضربه وبيطلعه خارج القطر وبيكون هيقتله لكن مش بيقدر يعمل كده، وبيحكي له ان ابوه كان محتال ونصاب وبيطلب منه يساعده علشان يقبض على الفيل ويثبت براءته، وهو هيساعده يستعيد لقبه كأفضل لص أعمال فنية في العالم، وبيوافق نولان وبيحكي له ان كان في شخص اسمه رودولف واللي كان تاجر القطع الاثريه الخاص بهتلر، وفي اشاعه بتقول انه كان معاه البيضه الثالثه وفي يوم هرب من المانيا للارجنتين، وبيقول له ان ابوه اشترى الساعه بتاعت رودولف من مزاد وكانت شيء مهم جدا بالنسبه له، وبعد موت ابوه اكتشف ان الساعه دي فيها احداثيات المكان اللي موجود فيه البيضه الثالثه، وبيسافروا للارجنتين وبيدوروا على مكان البيضه الثالثه، وبيكونوا بيدوروا على ملجا سري موجود فيه كنز مسروق، وبيتعصب جون لانهم مش لاقين الملجأ، ولما بيرمي البوصلة على الأرض بتخبط في حاجة وتعمل صوت، وبيكتشفوا إن الملجأ السري موجود تحت الأرض وبيدخلوا فيه، وبيلاقوا باب مقفول وبيستخدم لولان الساعة بتاعة أبوه وبيقدر يفتح بيها الباب، ولما بيدخلوا من الباب بيلاقوا تحف وأثار كتير جدا، وبيدوروا على البيضة التالتة وبيلاقوا عربية قديمة ونادرة ومميزة جدا، وبيلاقوا صندوق مكتوب عليه كليوباترا وبيلاقوا البيضة التالتة فيه، وفي اللحظة دي بتدخل الفيل وبتهددهم بالمسدس وبتعرفهم إنها ما راحتش لمصر وفضلت تراقبهم علشان يوصلوها لمكان البيضة التالتة، وقبل ما تاخد منهم البيضة بتوصل المحققة داس والشرطة وبيضربوا عليهم نار، وهم كمان بيرد عليهم، وبعدها بيركبوا العربية وبيحاولوا يهربوا من المكان، وبتروح الشرطة وراهم وبتطردهم، وبيضرب جون عليهم نار وبيحاولوا يقبضوا عليهم، وبتبدأ حرب شرسة بينهم وبيحاولوا يخلصوا على بعض، والشرطة بتحاول تاخد منهم البيضة لكن بيقدروا يحافظوا عليها،
وبيقدروا يخرجوا من المكان وبيوصلوا لنهاية الطريق، ومش بيلاقوا طريقة تانية يهربوا بيها من الشرطة غير إنهم ينطوا في النهر. وبعدها بيطلع نولان من المية ومعاه البيضة، لكنه مش بيلاقي جون وبيكون متردد إنه يساعده وينقذه ولا يمشي ويسيبه، وبيقرر يسيب البيضة على الشط وينزل المية يدور عليه. وبيظهر جون على الشط وبيتفاجئ إن نولان فضله عن البيضة وكان بيحاول ينقذه. وبتطلع الفيل من المية وبيروح نولان يتكلم معاها وبيقول لها إنها خسرت وهو وجون كسبه، وبتسأله هو إزاي كسب وهي معاها بيضتين لكن هو معاه واحدة بس. وبيرد نولان عليها وبيعرفها انه مادام معاه البيضة التالتة هي مش هتقدر تفوز، وبيقول لها انه مش مهتم بالفلوس، المهم انه تغلب عليها. وكمان بيعرفها ان جون هيسجنها، وبيتصدم نولان لما بيعرف ان الفيل وجون شركاء مع بعض، وانهم من البداية كانوا بيخططوا وبيساعدوا بعض في كل حاجة، وكانوا محتاجين بس يعرفوا مكان البيضة التالتة منه علشان يسرقوها. وبيهددوه بالمسدس وبياخدوا منه البيضة وبعدها بيربطوه في شجرة. وبيسأل نولان جون لو كانت قصة ابوه كمان كذب، لكن جون بيعرفه ان ابوه فعلا كان نصاب وهو قرر يبقى اشطر منه ويتفوق عليه، وبيقول له ما يتضايقش منه لان دي طبيعه شغلهم، وبيودعوه علشان يمشوا وبيسافروا للقاهره علشان يسلموا الثلاث بيضات للملياردير وياخدوا الفلوس، وبيقدمها لبنته كهديه في فرحها، وكمان بيجيب مغني مشهور وبيعمل مفاجاه لبنته. لكن الشرطه بتقتحم المكان وبتقبض داس على الملياردير بتهمه حيازه اثار مسروقه. وبعد 6 شهور بيكون جون والفيل على اليخت، وبيلاقوا نولان قدامهم وبيعرفهم انهم بعد ما سابوه ومشوا داس قبضت عليه لكنه قدر يهرب منها، وبيقول لهم ان الفلوس اللي خدوها من الملياردير قبل ما يخونوه ويبلغوا عنه هو قال داس عليها والحساب بتاعهم اتجمد، وبيعرض عليهم يشتركوا مع بعض في عملية جديدة، وبيعرفهم ان داس في طريقها ليهم، وبيضطروا يوافقوا على العرض بتاعه قبل ما داس توصل وتقبض عليهم. ولما بتوصل داس لليخت مش بتلاقيهم، وبعدها بتحطهم ضمن قائمة اكتر المجرمين المطلوبين في العالم. بيبدأ الفيلم مع باك وهو في طريقه للكازينو علشان يقابل لاعب كرة اسمه براين، لأن بيلي الرئيس بتاع باك طلب منه يروح يقابل براين علشان ياخد منه الفلوس اللي هو مديون بيها لبيلي. وبنعرف إن باك شغال لحساب رجل الأعمال بيلي، وبيوصل باك للكازينو وبيقعد يتكلم مع براين، لكن براين بيفتكر إن باك عاوز يتدرب معاه وبيفهمه إنه ما عندهوش معسكرات تدريب، بس باك بيعرفه إنه مش جاي عشان كده وبيطلب منه إنه يديله دقيقة من وقته. وقتها براين بيتضايق لأنه مش عارف يستمتع بوقته مع أصحابه بسبب باك، وبيتكلم باك مع براين وبيعرفه إن بيلي هو اللي بعته لأنه تراهن معاه من فترة على مبلغ 500,000 دولار وما دفعهمش، وساعتها براين بيسلمه جزء من المبلغ علشان يحافظ على شكله قدام أصحابه، وبيطلب منه يوصل المبلغ ده لبيلي وهو هيقابله ويديله الباقي، لكن باك بيرفض يمشي قبل ما يضمن حق بيلي، فبيقترح بيك على براين انه يسلمه الخاتم اللي معاه كضمان لحد ما يقدر يرجع باقي المبلغ، بس براين بيستهزأ بيه وبيصب كاس من الكحول وبيرميه في وش بيك، فبيدخل بيك لحمام الكازينو وهو متضايق علشان يغسل وشه، وبيتصل ببيلي وبيعرفه اللي حصل وان براين مش راضي يرجع باقي الفلوس، وبيطلب منه انه يأجل المهمة لوقت تاني لانه مش عاوز يضرب براين واصحابه دلوقتي علشان عندهم ماتش مهم قريب، لكن بيلي بيرفض وبيؤمر بيك انه يتصرف معاهم بطريقته. وقتها بيخرج بيك من الحمام وبيرجع لبراين وبيخيره بين انه يوافق يسلمه الخاتم في هدوء او ان بيك هيخليه يسلمه غصب عنه، فبيختار براين الحل التاني وهو مش عارف نتيجة اختياره. وهنا بيهجم بيك على عدد من رجالة براين وبيضربهم بقوة، وبيجوا رجالة الامن وبيحاولوا يوقفوه وبتدور بينه وبينهم معركة شرسة، لكن بيقدر بيك يهزمهم كلهم لوحده. وساعتها بيحاول براين انه يهرب من المكان، بس باك بيرمي عليه جهاز مشغل الموسيقى وبيوقعه على الارض وبيروح يسحب منه الخاتم بالقوه. ولما بيخرج باك من الكازينو بيظهر شخص اسمه مارتن وبيصوب على باك بمسدس وبيضربه بطلق مطاطي، وقتها بيقع باك في الشارع وبيتألم، فبيروح مارتن يمثل انه بيطمن عليه وبيسرق منه الخاتم وبيمشي. ولما بيرجع باك البيت عند بيلي بنعرف ان بيلي هو اللي بعت مارتن ياخد منه الخاتم لانه ما كانش واثق ان بيك هيقدر يرجعه له بعد مكالمته الاخيره. وقتها بيك بيتضايق جدا وبيتكلم مع بيلي وبيعرفه انه عايز يسيب الشغل علشان يبدا حياه جديده ونظيفه بعيد عن العنف، لكن بيلي بيفهمه انه قدامه مهمه واحده بس ولو قدر ينفذها يبقى اشترى حريته، وكمان هيسلمه مطعم علشان يشغله بعد ما يسيب الشغل معاه. وبيسلمه بيلي ظرف، ولما بيفتحه بيك بيلاقي جواه صور لشاب اسمه ترافيس، وبيفهمه بيلي ان ترافيس يبقى ابنه وانه ساب البلد وسافر للامازون علشان يدور على الكنوز الاثريه اللي هناك، ومن وقتها وهو مش عارف يرجعه لان ترافيس مش بيسمع كلامه.
وبيأكد له بيلي إن بمجرد ما يدخل من البيت ومعاه ترافيس هيخرج ومعاه ورق المطعم وحريته. وتاني يوم بيك بياخد طيارة خاصة وبيتحرك علشان يروح الأمازون، وحظه بيوقعه مع طيار سكران اسمه ديكلان، وبيفضل بيك خايف طول الطريق من إنهم يقعوا بالطيارة. ولما بيوصل لغابات الأمازون بياخد ديكلان علشان يسوق له العربية لحد ما بيوصل للمنطقة اللي ساكن فيها ترافيس. وفي نفس الوقت ده كان ترافيس رايح الحانة بتاعته علشان يقابل صاحبته ماريانا اللي بتشتغل فيها، وبيديلها بوكي ورد نادر اشتراه مخصوص علشانها. لكن ماريانا مش بتتأثر وبتسأل وهو عاوز منها فلوس قد ايه، وده لانها متعودة انه دايما بيقدم لها هدية لما بيكون عاوز منها خدمة في المقابل. وبيطلب منها ترافيس انها تسيب له المركب بتاع عمها لمدة يوم واحد، لكن ماريانا بتعرفه انه كل ما بياخد منها حاجة بيرجعها لها متدمرة، وبترفض انها تديله المركب. لكن ترافيس بيترجاها وبيفهمها انه محتاج للمركب علشان يجيب تمثال الكاتو الاسري، وبيأكد لها انه هو عارف مكانه ومش هياخد وقت طويل علشان يوصله. وساعتها ماريانا بتوافق لكن بشرط انها تروح معاه، ويقسموا تمن التمثال بينهم بالنص، وبيضطر ترافيس انه يوافق. وبيروح بيك يقابل هاتشر حاكم المدينة، وبنعرف ان هاتشر شخص ظالم وعنيف لدرجة انه بيشغل اهل المدينة عنده في المنجم بأجور بسيطة ومن غير تحديد ساعات عمل معينة. وبيتكلم بيك مع هاتشر وبيوريله صورة ترافيس وبيسأله لو كان يعرفه، فبيرد عليه هاتشر وبيفهمه ان ترافيس مأجر أوضة عنده في البلد، فبيطلب منه بيك انه يعرفه مكان الأوضة بتاعته. وساعتها هاتشر بيسأله هو عاوزه ليه، فبيعرفه بيك انه عاوز يرجعه لبيته. وقتها هاتشر بيطلب منه 10,000 دولار في مقابل انه يعرفه مكان ترافيس، وبيوافق بيك وبيدفع له الفلوس. وبعدها بيروح بيك للحانة اللي بتشتغل فيها ماريانا، واول ما بتشوفه بتعرف انه امريكي وبتسأله بيعمل ايه في الامازون، فبيعرفها انه جاي يدور على شخص اسمه ترافيس وبيديها مواصفاته. وفي الوقت ده بيوصل ترافيس للمكان وبيسمعه، وبيروح يتكلم معاه وبيسأله لو هما يعرفوا بعض، فبيقوله بيك انه جاي ياخده للوس انجلوس، وانه قدامه اختيار واحد من اختيارين، اما انه يجي معاه للمطار ويوصلوا مع بعض في سلام من غير ما يضطر انه يستخدم العنف معاه، او يعمل عكس الاختيار الاول. وبيسأله ترافيس ليه عاوز يسافر للوس انجلوس، فبيرد عليه بيك وبيعرفه ان ابوه موجود هناك وعاوز يشوفه. وقتها ترافيس بيتوتر جدا وبيقول لبيك انه هيختار الحل الثالث، وبيحاول انه يضرب بيك علشان يهرب، لكن بيك بيقدر يتغلب عليه وبيكتف ايده بالكلبشات اللي معاه. وقبل ما ياخده ويخرج من الحانة بيتفاجئ بهاتشر ورجالته داخلين عليهم، وبيكون هاتشر وصل له خبر ان ترافيس عرف مكان تمثال الكاتو. فبيتكلم هاتشر مع بيك وبيأكد له انه مش هيسمح له يخرج ترافيس من المدينة قبل ما يعرف منه مكان التمثال ويساعده انه يلاقيه. وبيعرف بيك ان الفلوس اللي دفعها لهاتشر راحت عليه لانه ما استفادش بيها. وساعتها بيك بيضرب ترافيس في رجله وبيوقعه على الارض علشان ما يهربش، وبيدور قتال عنيف بين بيك ورجالة هاتشر، وبيقدر بيك انه يهزمهم كلهم وبياخد ترافيس وبيهربوا من الحانة. ولما بيركبوا العربية ترافيس بيفهم بيك ان المدينة كلها ملك لهاتشر، وانه مش هيقدر يهرب منه لانه هيوصله باي طريقة ويقتله. لكن بيك مش بيهتم بكلامه، فبيطلب منه ترافيس انه يسيبه يمشي مقابل انه يديله 4 أضعاف الفلوس اللي كان بيدفعها له ابوه. بس بيك بيرفض لانه عاوز حريته اللي اغلى عنده من اي فلوس. وهنا بيحاول ترافيس انه يتحكم في مفتاح السواقه بتاع العربيه بس مش بيقدر، وبتقع العربيه بيهم من فوق الجبل وبيخرجوا منها وبيقعوا في النهر. وبتكون العربيه هتقع فوق بيك وهو في النهر، لكن بيشوفها على اخر لحظه وبيتفاداها، بس بيتعب جدا ومش بيبقى قادر يتحرك. وهنا بيستغل ترافيس تعبه وبيروح ياخد مفتاح الكلبشات من جيبه وبيفكها لنفسه. ولما بيهرب ترافيس بيقوم بيك وراه وبيلحقه، وبيدور قتال عنيف بينهم، وبيركب ترافيس على ظهر بيك وبيحاول يوقعه، لكن بيك بيرمي ترافيس على الارض وبيدوس على رقبته. فبيحاول ترافيس انه يغريب التمثال اللي هو عارف مكانه، وبيعرفه انه هيقسم فلوسه معاه، وبيتجاهل بيك كلامه وبيلبسه الكلبشات مره تانيه. واثناء ما هم ماشيين في الغابه بيقع بيك في فخ وسط الاشجار وبيسخر منه ترافيس لانه مش قادر ينقذ نفسه. وقتها ترافيس بيلاقي نفسه واقع في نفس الفخ، ومش بيكون في حد في المكان غيرهم علشان يساعدهم، وبتهاجمهم مجموعة من القرود، وبيحس انه الوضع سيء جدا وانهم صعب يخرجوا من هنا، لحد ما بتوصل مجموعة اشخاص من قبيلة اسمها المتمردين وبيفكوهم، وبيشكوا ان باك وترافيس تبع هاتشر وانه بعتهم يتخلصوا من القبيلة علشان بتتمرد على افعاله. وبيكتشف باك وترافيس ان القبيلة بتتكلم باللغة البرتغالية، وباك مش بيفهم منهم اي حاجة، فبيخدعوا ترافيس بانه هيترجم له كلامهم، وبيترجم له الكلام غلط، وبيتكلم معاهم ترافيس بلغتهم وبيفهمهم ان بيك قاتل مأجور، وان هاتشر بعته علشان يتخلص منهم،
وهنا بيدخل واحد من القبيلة في قتال مع بيك وبيقدر يهزم بيك بسهولة وبيفتكر انه انتصر عليه، بس بيك بيقوم مرة تانية وبيضربه، وفجأة بتظهر ماريانا وبتوقف القتال بينهم، وبنعرف ان ماريانا تبقى زعيمة قبيلة المتمردين. وبيتفاجئ ترافيس بالخبر لأول مرة، وبعدها بتاخدهم ماريانا للقبيلة، وفي الليل بيقدموا لهم أكل، وبتدي ماريانا لبيك أعشاب علشان تعالجه، وبيسألها بيك عن سبب كرهها هي وقبيلتها الهاتشر، فبترد عليه ماريانا وبتعرفه إنها عاوزة تقضي على فكرة العبودية اللي المدينة عايشة فيها بسبب اللي بيعمله هاتشر، وبعدها بتقوم ماريانا علشان تسيب بيك يرتاح، وبتعرفه إنه هيبقى عنده بكرة رحلة سفر طويلة خصوصا إنه هيسافر لوحده، لكن بيعرفها إنه مش هينفع يرجع من غير ترافيس. وقتها واحد من القبيلة بيتضرب عليه رصاصة وبيتقتل، فبيعرفوا إن هاتشر هو ورجالته في المكان، وبتجري القبيلة في الغابة وبيحاولوا يهربوا، لكن رجالة هاتشر بتقتل عدد منهم، وبيقدر بيك إنه يهرب بمركب في النهر ومعاه ترافيس وماريانا، وهاتشر بيأمر رجالته إنهم يروحوا وراهم وما يرجعوش من غيرهم، وبيفضل بيك وترافيس وماريانا على المركب لحد ما النهار بيطلع، وبيك مش بيبقى عارف هما فين، وماريانا بتطلب من ترافيس إنه ياخدها دلوقتي لتمثال الكاتو، لكن ترافيس بيرفض فكرة تقسيم الفلوس بينهم بالنص وبيبقى عاوز يغير النسبة، وساعتها ماريانا بتهدده بالبندقية بتاعتها، بس بيك بيتدخل وبيمنعها وبياخد البندقية منها وبيوعدها إنه هيخليه ياخدها للكاتو مقابل إنها تعرفه يخرج من الغابة إزاي علشان ياخد ترافيس ويسافر. وبتوافق ماريانا على كلام بيك، وبيزعل ترافيس جدا إن كل واحد فيهم بيدور على مصلحته حتى لو كانت مصلحتهم على حسابه هو. وبعدها بيعرفهم ترافيس إن الكاتو موجود تحت النهر، وبينزلوا هما التلاتة للنهر وبيغوصوا لتحت لحد ما بيوصلوا عند نفق فيه حجارة، وبيكتشفوا إن النفق ضلمة ومش بيشوفوا أي حاجة، فبيقرر ترافيس إن يولع نار علشان يشوف الطريق، لكن بتكون الأحجار اللي في النفق عليها غاز الميثان، وبسبب النار اللي ترافيس ولعها بيحصل انفجار كبير، بس بيقدروا يتفادوه عن طريق إنهم يغوصوا لتحت في النهر، وبيوصلوا بعدها للمكان اللي فيه تمثال الكاتو، وساعتها المكان بينهار وبتقع أخشاب وحجارة عليهم من كل ناحية، وبيساعدهم بيك إنهم ما يتأذوش من الانهيار لحد ما بيقدر ترافيس يوصل للتمثال، وبيفرح جدا إنه أخيرا لقاه. وفي الليل بيرجعوا هما التلاتة مع بعض لمكان القبيلة، وبتقدم لهم ماريانا نوع فاكهة علشان ياكلوها، وأثناء ما هما بياكلوا ماريانا بتسأل بيك عن خطته لما يرجع لأمريكا، فبيعرفها إنه هيفتح مطعم. وفجأة بيبدأ بيك وترافيس يحسوا بتعب وبيكونوا مش فاهمين سبب الإحساس ده، وساعتها بنعرف إن الفاكهة اللي ماريانا قدمتها لهم كان فيها مادة بتشل الحركة، وبيقع الاتنين على الأرض وبيفقدوا القدرة على النطق. وقتها بتاخد ماريانا التمثال وبتروح عند بيك وبتعرفوا الطريق اللي هيوصلوا لبرا الغابة، وبتطمنهم إن النار اللي هي ولعتها لهم هتمنع الحيوانات من إنها تهجم عليهم لحد الصبح، وإن تأثير الفاكهة هينتهي بعد 4 أو 5 ساعات بالكتير، وبتاخد التمثال وبتهرب. وتاني يوم بيفوقوا من تأثير الفاكهة وبيروحوا عند ديكلان علشان يرجع بيهم بالطيارة، وبيك بيكون مستعجل جدا، ولما بيسألوا ديكلان عن سبب استعجاله بيعرفوا بيك انه مش عاوز يدخل في قتال تاني مع هاتشر، فبيفهموا ديكلان ان هاتشر مش محتاج له تاني ومش هيدور عليه لانه قدر يخطف ماريانا وهي بتهرب في الغابة. وقتها بيتأكد ترافيس ان هاتشر خد منها التمثال وبيتضايق جدا، فبيقرر بيك انه يلغي رحلة الطيران ويروح ينقذ ماريانا من ايد هاتشر، فبيحذروا ترافيس ان رجالة هاتشر هيقتلوه لو قرب منهم، لكن بيك بيصمم على رأيه وبيعرفوا ترافيس انه مش هيقدر ينتصر على هاتشر لوحده، وبيعرض عليه انه يفكل الكلبشات علشان يساعده. وساعتها بيك بيفهمه انه لو حاول يهرب منه في اي وقت هيقدر يرجعه تاني، وبيوافق انه يفكل الكلبشات. وبيتواصل بيك مع هاتشر من خلال كاميرات المراقبة، وبيعرفه انه مش عاوز يدخل في حرب معاه، وبيهدده انه لو ما سابش ماريانا والتمثال وخرج من البلد هيضطر يخليه يلجأ لحل القتال. ووقتها بيفضل هاتشر يضحك عليه وبيشوف انه شخص ساذج، لحد ما بيكسر بيك جهاز المراقبة بايده من خبطة واحدة، فبيعرف هاتشر انهم هيتقتلوا، وبيأمر رجالته انهم يقفلوا حدود البلد علشان بيك ما يهربش. وبيقف ديكلان وسط المدينة وبيتحدى هاتشر بانه هيتهزم، وبعدها ديكلان بيعزف مقطوعة موسيقى بتخلي البقر أول ما تسمعها تروح للمكان اللي بتتعزف فيه فورا، وفجأة بيهجم جيش من البقر عند مبنى هاتشر ورجالته، وهنا بيظهر بيك وبيضرب عدد من رجالة هاتشر، وبتقوم معركة جديدة بينهم، لكن ترافيس بيكون ضعيف ومش بيقدر حتى انه يحمي نفسه، وبيفضل يستنجد ببيك
لكن بيك بيبقى مشغول في القتال مع رجالة هاتشر، ولما بيشوف هاتشر قوة بيك بيخاف انه يقدر يوصله وياخد منه التمثال، فبيجيب واحد من رجالته وبيطلب منه انه ياخد ماريانا والتمثال ويطلع على المطار ويستخدم ماريانا كرهينة علشان لو حد اتعرض له. وبتركب ماريانا العربية مع المجرمين ومعهم الكاتو، وبيركب ترافيس عربية جنبهم علشان يهاجمهم وياخد التمثال، ووقتها العربيتين بيخبطوا في خزان مية كبير، وبيخرج ترافيس وماريانا من العربيات وبيبعدوا قبل ما الخزان يقع عليهم ويموتهم، وبيموت المجرمين اللي كانوا في العربية، وبيقدر ترافيس انه ياخد التمثال. وفي الوقت ده رجالة هاتشر بيهجموا على بيك علشان يضربوه، وبيقدر بيك انه يهزمهم من غير ما حد يأذيه. وقتها بيحاول قناص من رجالة هاتشر انه يصيب بيك من مكان عالي، وهنا بيوصل ترافيس وبيضرب رصاصة على القناص وبيموته وبينقذ بيك، وبيظهر هاتشر علشان يقتل بيك، لكن ماريانا بتضرب هاتشر طلقة في دراعه وبيقف عاجز قدام أهل المدينة اللي فرحانين باللي بيحصل له بعد كل اللي عملوا فيهم. فبيتكلم معاهم وبيعرفهم إن المدينة كانت بدائية جدا قبل ما يوصل لها، وإن هو اللي خلاها تتطور ويقدر يعمل لهم حياة، لكن محدش بيتأثر بكلامه. وواحد من أهل المدينة بيضرب عليه نار، ووقتها بيعرفوا بيك إنه لسه قدامه فرصة يخرج برا المدينة، فبيقرر هاتشر إنه يمشي لأن مفيش حد هيساعده، بس بيقع وهو ماشي وبيموت، وبيدي ترافيس الكاتو لماريانا علشان تبيعه، وبتوعده إنها توصل له النسبة بتاعته أول ما تبيعه. وبعدها بيطلع على المطار مع بيك وبيسافروا لبيلي، وبيكون بيلي قاعد مع أصحابه، وساعتها بيفضلوا كلهم يتنمروا على ترافيس، وبيقوم بيلي وبيضرب ترافيس بالقلم، فبيستغرب بيك من الطريقة اللي بيلي بيعامل بيها ابنه، وبيتكلم بيلي مع بيك وبيفهمه إنه دلوقتي بقى حر، فبيعرفه بيك قبل ما يمشي إنه عاوز يأكله فاكهة جابها له مخصوص من الأمازون، وبيوزع عليه هو وأصحابه من الفاكهة اللي أكلتها لهم ماريانا. وقتها بيفرح ترافيس لأنه بيفهم خطة بيك، وأول ما بيأكلوا الفاكهة بيتشلوا، وفي اللحظة دي بيك بياخد ترافيس وبيهربوا من البيت علشان يخلصوا من الطريقة اللي أبوه بيعاملوا بيها، وبيتحول بيك وترافيس لصحاب بعد كل اللي مروا بيه مع بعض. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، ويا ريت كل مريخي عايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم أو المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية، واللي هيجيب لايكات أكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره.